بالي لندن الملكي افتتح موسمه الجديد بعرض بالي قصة مانون، وهو العمل الذي ساهم بشكل كبير في شهرته. كوريغرافيا البالي الذي صممه كينيث ماكميلان قدم عرضه الأول في لندن في العام 1974، أي منذ 40 عاماً تقريباً. العرض الحالي اعتمد بدوره على النسخة الأصلية. هذه هي ذكرى الأربعين لمانون. منذ 40 سنة أبدع كينيث ماكميلان ما أصبح فيما بعد يعرف بعلامة تجارية للشركة. إنها فعلاً علامة تجارية، لأنها ركزت على تمثل القصة وكيفية إيصالها للجمهور. كينيث ماكميلان توفي منذ أكثر من 20 عاماً. أرملته كانت حاضرة إلى جانب العديد من الراقصين والراقصات في البالي الأصلي. إنه لا شيء رائع أن نرى الراقصين الشباب يأخذون المشعل، ومن رائع أيضاً رؤية الراقصين السابقين يأتون لتدريبهم ومنحهم مفاتيح الدور الذي أدوه سابقاً ببراعة. إنهم يأملون أن يكون هؤلاء الشباب جيدين بل أفضل منهم، وهو أمر لا يمكننا رؤيته في الفنون الأخرى. الراقصة فرانشيسكا هايوارد هي من ستؤدي شخصية مانون، مهمة غير سهلة بالمرة. الرقصة يجب أن تكون متجانسة وسلسة دون أن تظهر أنك تبذل مجهوداً، ومن الصعب حقاً التوصل إلى هذه النتيجة، فجسمك لا يجب أن يفكر في كل الخطوات الصغيرة، والجمهور لا يجب أن يدرك أن ذلك أمر صعب. عرض بالي قصة مانون يتواصل في دار الأوبرا الملكية في لندن حتى بداية تشرين الثاني المقبل.